أنت تسير فوق كنز دفين، بدءا من شارع الأعمدة المؤدي للبوابة الغربية للمدينة الرومانية في سباستيا. كنز فلسطين الأثري يقبع هنا في قرية سباستيا، 5% فقط ظاهرة، وما خفي كان أعظم، في قرية كانت تعرف يوما بقرية المشمش. 6 مدن وثقافات وعصور تعاقبت على هذه البلدة التي يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي ويقدر عمرها 3000 عام. سباستيا وتعني السيد أو الموقر باليونانية، وهي كلمة ترادف كلمة أغسطس التي تعني الإمبراطور عند الرومان. ولعل أكثر الآثار شهرة في الفترة الرومانية ساحة المدرج الروماني الذي كان يشهد الاحتفالات الخاصة للأسرة المالكة، ويصنف كل مقعد حجري بحسب ترتيب كل عضو في العائلة. تراث ثقافي وإنساني، لكنه مهمل وممزق بين سلطة الاحتلال والسلطة الفلسطينية. المنطقة بي التابعة للسلطة الفلسطينية، والمنطقة سي التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلية، وبين النقطتين تحديات جمة للحفاظ على هذا الكنز الأثري من الاندثار. خيط رفيع يفصل بين سي وبي جعل من هذا الموقع الأثري مكانا مهملا لا تقوى هيئة السياحة الفلسطينية على ترميمه أو تنقيبه أو حتى حمايته من التزييف بسبب خضوع المنطقة الأثرية لسلطة الاحتلال. هذا الحجر يبدو عاديا، لكنه يروي المحاولات الإسرائيلية لخلط التاريخ والحقائق. حجر يثبت بنقوشه أنه يعود إلى العصر الروماني، لكن سلطة الاحتلال استطاعت نقله من المقبرة الملكية في وسط بلدة سباستيا ووضعته قرب الموقع الأثري التابع لسلطتها في مسعى منها لتوجيه السياحة إلى مناطقها وقتل وسط المدينة سياحياً. وتبقى النقوش المحفورة على آثار سباستيا صامدة أمام أي محاولات لطمس الحقائق أو تزييفها، فالتاريخ لا يخبأ. من بلدة سباستيا، سماح السيد، العربية.